بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. السادات والسادة الوزراء وأعضاء الحكومة، السيد والي جهة الدخلة واد الذهب، السيد رئيس جهة الدخلة واد الذهب، السادة العمال ومديري المؤسسات العمومية ومديرين الجهويين ورؤساء المصالح وأعضاء والبرلمانيين وأعضاء مجلس الجهة وأعضاء ورؤساء وأعضاء الجماعات الترابية وأعضاء المجتمع المدني والقطاع الخاص، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله على أن يسر أن نبدأ هذه الزيارة في إطار برنامج لزيارة الجهات. هي الزيارة الثامنة، وأريد أن أشكر كل الحضور وكل من لبى الدعوة، وأشكر المدينة وأهلها على كرم الاستقبال، ونقول بأن أشعر بسعادة غامرة لبدء هذه الزيارة لهذه الجهة التي أشعر بالاعتزاز بزيارتها، والجهة العزيزة على قلبي وعلى قلب كل مغربي، وذلك بالنظر لمكانتها المتميزة تاريخيا وثقافيا وحضاريا وموقعا استراتيجيا بوصفها بوابة للمغرب إلى عمقه الإفريقي. نحن نعرف جميعا قيمة الجهة بروافدها التاريخية، بروافدها الثقافية، وبكونها أرضا أنجبت ولا زالت تنجب قامات راسخة في الوطنية، قامات راسخة في الفكر والعلم والأدب، لم يتوانوا عن تقديم تضحياتهم في سبيل بلدهم، في سبيل تحرير هذا البلد، وفي سبيل وحدته، وفي سبيل مستقبل أفضل. كما أن الجهة التي تعتبر والتي يمكن أن نسمي عاصمتها لؤلؤة الصحراء، هي كذلك حباها الله بمؤهلات، إضافة إلى المؤهلات البشرية السامقة، مؤهلات طبيعية ومؤهلات مناخية لا تتوفر إلا للقليل من المدن. وأيضا كما قلت، تتميز المدينة بتاريخ نضالي مشرف، أهلها كافحوا وجاهدوا ضد الاستعمار الإسباني، واستمر ذلك الجهاد والنضال حتى تحرير هذه المناطق العزيزة بعد المسيرة الخضراء المضفرة. ونحن اليوم على أبواب الاحتفال بالذكرى 40 لذكرى استرجاع إقليم وادي الذهب إلى حظيرة الوطن يوم 14 أغسطس 1979، يعني بعد تقريبا شهر، أقل بكثير من شهر، ستكون هذه الذكرى. هذه الزيارة كما قلت تندرج ضمن زيارة رئيس الحكومة ووفد حكومي مهم لعدد من جهات المملكة، وهذه هي المحطة الثامنة كما قلت، وذلك لدعم والإسهام في تنزيل الجهوية المتقدمة. ونحن نعرف أن اليوم الجهوية المتقدمة أضحت خيار استراتيجي بالنسبة لبلادنا، تحتاج إلى أن نتضافر الجهود، أن نتعاون جميعا لتكون هذه الجهوية المتقدمة فعلا فاعلة على وجه الأرض، حتى تكون مفيدة للمواطنات والمواطنين، وحتى تكون قادرة على أن تحقق إنجازات متراكمة ومعتبرة للوطن، إنجازات على المستوى السياسي لأن الجهوية المتقدمة خيار سياسي، وإنجازات على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الثقافي
أيضا. وبالتالي فمنذ سنتين تقريبا اشتغلت الحكومة لدعم خيار هذا الخيار، خيار الجهوية المتقدمة، وعندنا على الطاولة ورشان أساسيا مهمان بالنسبة للجهوية المتقدمة، هو ورش اللا تمركز الإداري، والذي أصدرنا منذ 6 أشهر مرسوم ميثاق اللا تمركز الإداري بعد أن صدق عليه مجلس الحكومة وصدر في الجريدة الرسمية، وهو العمود أساسي مكمل للجهوية كمجالس جهات منتخبة. إذا لم يكن هناك أمام مجالس الجهات المنتخبة مؤسسات مصالح لا ممركزة ذات صلاحيات حقيقية، فستبقى دائما هذه الجهوية المتقدمة ناقصة عرجاء إلى بغي نقوله، لأن قدم واحدة والقدم الأخرى غير متوفرة. نحن واعون بهذا النقص، بهذا النقص ماشي حيت الأطور والكفاءات ديال هذه الإدارات ناقصة، ولكن لأن الصلاحيات الكافية والإمكانات الكافية لم تنقل بعد إلى هذه المصالح اللاممركزة. الآن نشتغل في المرحلة الأولى من تنزيل وتطبيق ميثاق اللا تمركز الإداري، والذي بموجبه الآن كنضع المخططات المديرية التي ستحدد بصورة دقيقة ما هي الصلاحيات التي هي اليوم عند المصالح المركزية والتي ستنقل إلى المصالح اللاممركزة، ثم بعدها أيضا الموارد البشرية والإمكانيات المالية الضرورة لإنجاح ذلك. الورش الثاني هو إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار. الحمد لله بتوجيهات من جلالة الملك وبدعم قوي من جلالة الملك، ليس فقط هذا الورش، حتى ورش لا تمركز الإداري، أنتم تعرفون جلالة الملك يعطيه اهتمام كبير جدا وتبعه شخصيا في البداية وحتى ينجح وحتى ينطلق الانطلاق الصحيحة. وأيضا بالنسبة للمراكز الجهوية والاستثمار بتعاون من قبل جميع المتدخلين في مجال الاستثمار، سواء كانت وزارة الداخلية، وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار، وزارة المالية، الأمانة العامة للحكومة لأنها يعني هي المستشار بل الجهاز القانوني الذي يضبط هذه الأمور بالنسبة للحكومة. اشتغلنا مع رئاسة الحكومة إلى أن أخرجنا القانون بعد صدق عليه البرلمان، القانون الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار باش تعطى واحد القوة أكبر قادرة على متابعة المستثمر، على تبسيط المساطر للمستثمر، على المواكبة، وبالتالي إنجاح عملية الاستثمار وإعطائها دفعة قوية. نحن الآن في المراحل الأولى لتنزيل وتنفيذ هذا القانون الجديد والإصلاح الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار. هذه الزيارة الجهات احنا كنعتبروها مبادرة مهمة نوعية كتجسد واحد الشعار رفعناه الحكومة منذ البداية، هو شعار الإنصات والإنجاز. الإنصات يعني أن نرى ما هي الانتظارات، ما هي التطلعات، ما هي المشاكل، كيف ينظر المواطنة والمواطنين والمنتخبون جميعا سواء كانوا برلمانيين أو كانوا منتخبين على مستوى الجهات أو كانوا على مستوى الجماعات الترابية الأخرى، ما هي التطلعات التي ينظرون إليها. ثم نحن من واجبنا أن ننصت ومن واجبنا أن نتفاعل، ثم بعدها إن شاء الله نرى ما هي السبل لرفع هذه التحديات ولإعطاء دفعة للمجهود التنموي الجهوي والوطني. وبالتالي فالوفد المرافق لي كله آذان صاغية إن شاء الله ليرى ما هي كيف ينظر المنتخبون وغيرهم إلى هاد مختلف الأوراش الموجودة في الجهة وإلى مستقبل الجهة. لا شك أنه كما تعرفون الجهة، جهة الدخل والذهب، عندها نقاط قوة مهمة جدا مهمة. أولا هي الجهة ثاني أكبر جهات المملكة من حيث المساحة وعدد جماعات المحلية 13 جماعة، وكما تعرفون
وكما قلت منذ قليل الجهة عندها مؤهلات طبيعية مهمة يجب أن ننطلق منها لإعطاء دفعة قوية للمجال التنموي على مستوى الجهة أكبر من ذي قبل. قطاع الصيد البحري قاطرة للتنمية في الجهة، المجال الطبيعي والمجال الرعوي غني جدا، وهذا أدى إلى تطوير المجال الزراعي، تنمية النشاط الزراعي في الجهة، تهيئة عدد من البنيات المائية هيدروفلاحية المائية الفلاحية على مستوى الجهة. لكن من نقاط القوة المهمة في الجهة هو أن الجهة تسجل نسبة من أعلى نسب معدلات التنمية البشرية بين جهات المغرب، وأيضا تسجل أعلى نسبة في الناتج الداخلي الخامس السنوي بعد جهة العيون، بحيث أن الناتج الداخلي الخام السنوي للفرد يبلغ 40,000 درهم سنويا، والمعدل الوطني ليس إلا 28,000 درهم تقريبا سنويا. لكن أيضا إضافة بجانب نقاط القوة هو هناك في النموذج التنموي اليوم أو في المسار التنموي بعض نقاط الضعف التي يجب أن نقف عليها لنواجهها في المستقبل حتى نستثمر إلى أقصى حد المؤهلات الطبيعية والمؤهلات السياحية والمؤهلات الاقتصادية للجهة. وكانت الالتفاتة المولوية السامية من جلالة الملك حفظه الله بإعطاء الدفعة للنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية كانت فعلا خطوة لتبويء الأقاليم الجنوبية الأقاليم الصحراوية مكانتها الريادية على مستوى المسار التنموي الوطني، وجعلها أي جعل هذه الأقاليم الجنوبية قاطرة حقيقية في مجال التنمية وقنطرة عبور تنموي من المغرب إلى إفريقيا. وأنتم تعرفون أن عقد البرنامج الذي كان قد وقع لتنمية جهة الداخلة وادي الدهب كان فيه أكثر من 22 مليار درهم ولإنجاز 149 مشروع، وهي مشاريع نوعية مستقبلية قوية، بعضها الآن سيدخل حيز التنفيذ في القريب إن شاء الله، ومن بينه ربط مدينة الداخلة بالشبكة الوطنية للتيار الكهربائي، وهذا شيء مهم جدا لأنه قد يعطي قوة للتيار الكهربائي هنا، وما يعني أنه قدرة على الاستثمار وجلب المستثمرين غاية قوة أكثر. مناطق الصيد البحري وتتمينها على مستوى الجهة، مشروع تحلية مياه البحر من أجل سقي 5000 هكتار بالجهة، وهذا شيء مهم جدا، وحتى هو الآن تمت الدراسات كلها. إذن هناك عدد حل الطريق الرابطة من الداخلة وبوجدور حتى هو من بين المشاريع المهمة، توسيع هذه الطريق تتكون قادرة على أن على المستوى التعليم وعلى المستوى التكوين المهني بالخصوص وبعد مؤسسة التعليم العالي، كان هناك جهد كبير على مستوى الجهة، ونحن واعين بأن احنا الجهد باقي خصو يزيد، وخصوصا بناء المعهد العالي لمهن التمريض لكن أخيرا كان جلالة الملك قد أشرف على ورش تطوير التكوين المهني، والبرنامج الأخير الذي كانت تقدمت به اللجنة التي كنت رأسها مع وزير التعليم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير المالية ووزير الداخلية فيما يخص تطوير التكوين المهني، كان جلالة الملك حفظه الله قد أقر إنجاز مدن المهن والكفاءات في كل جهة كل جهة معنا الجهة الداخلة غادي تنشأ فيها هذه المدينة مدينة المدن المهن والكفاءات، غادي تكون واحد المجمع ديال التكوين المهني فيه الداخلية ديالو، فيه الإمكانيات ديال التداريب واحد المجموعة اللي يعطى دفعة للمهن والكفاءات. بطبيعة الحال غادي ناخذوا بعين الاعتبار الحاجيات ديال الجهة، شنو هي الحاجيات التنموية الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الجهة، باش هي
التخصصات اللي غيتركز عليها في هذه المدن. كل جهة عندها التخصصات ديالها وعندها الحاجيات ديالها، فلذلك هذا غادي يكون أيضا جزء مما سنشتغل عليه. ولا شك أن المنتخبون جميعا المجتمع المدني القطاع الخاص عنده دور في إعطاء مقترحات في هذا المجال. إذن هناك عدد من الأوراش، ما غادي نهضرش كل شيء بطبيعة الحال. برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية حتى هو أيضا كاين فيه برنامج خاص بالنسبة للجهة، وغيره من البرامج اللي توجهت الجهة. هذا كله إنما هو ملخص، لأن غادي نجيو من بعد العروض أخرى لغاية تفصل قليلا في هذه الأمور. أريد أن أقول بأنه أنا سعيد مرة أخرى بأن أكون هنا في زيارة هذه الجهة، وأن نعطي دفعة أكبر لهذه الأوراش التي تحدثت عنها ولغيرها من الأوراش التالية، وأيضا أن نعطي للجهة المكانة التي تستحق أكثر، وخصوصا كمحور علاقات المغربية الإفريقية، وهذا هو المستقبل بالنسبة أو من بين النقاط الاستراتيجية في مستقبل الجهة وفي مستقبل علاقة بلادنا بجنوب الصحراء وبالمناطق الصحراوية جميعا. ونحن نعرف أن هذا الاهتمام الصحراء كان نعطيه واحد أولوية كبيرة في بلادنا، دون النغفل الجوانب الثقافية أيضا، لأن الجهة عندها واحد إرث ثقافي حضاري، هذا لا بد من أن تستمر التفكير في إحياء هذه الذاكرة، ذاكرة الرموز التاريخية للجهة، وذاكرة الرموز التاريخية سواء كانت أحداث أو كانت أشخاص أو كانت مواقف أو كانت غيرها. الجهة الحمد لله غنية، عارف ذلك من عارف وجاهل ذلك من جاهل. وأيضا في الأخير لا بد أن أقول واحد الفقرة صغيرة على أنه الحمد لله الجهة بحكم المواقف الوطنية لأبنائها وبناتها والدور ديالهم في الدفاع عن الوطن والدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، ماشي فقط اليوم، من قديم والأحداث كثيرة شهدت الجهة في هذا المجال. وأريد أن أطمئن إلى أن الحمد لله المسألة ديال قضية الوحدة الوطنية والترابية الحمد لله بفعل الديناميكية التي عرفتها الدبلوماسية المغربية سواء كانت رسمية أو كانت شعبية بقيادة جلالة الملك، أدت إلى واحد تقدم كبير في دفاع البلد، في دفاع المغرب على هاد حقوق ديالو. ورأينا في هذه الأواخر تراجع كثير من الدول، سحب كثير من الدول لاعترافها بالجمهورية الانفصالية، وأيضا رأينا كثير من الدول الآن تقدر أكثر جهود المغرب الاستثمار في هذه الجهات، وتقدر البعد البشري والبعد الإنسان الصحراوي ودوره، وهذا شيء مهم. وأريد أن أحيي جميع أبناء الجهة الذين يدافعون سواء موقعهم كبرلمانيين أو موقعهم كمنتخبين على مستوى الجهة أو من المجتمع المدني أو غيرهم، اللي قاموا بأدوار مهمة في هذا المجال بتكامل مع أبناء الجهات الأخرى سواء من الأقاليم الجنوبية أو غيرها، ولكن هذا شيء مهم جدا. ورأيت بأن كثير من الجمعيات المجتمع المدني من هذه الجهة كيساهموا في هذه الديناميكية ديال الترافع المدني على مغربية الصحراء، وهذا شيء يثلج الصدر. وأيضا على المستوى الإفريقي هناك حضور للمغرب يزداد يوما بعد يوم بسبب الرؤية ديال جلالة الملك للحضور المغربي في إفريقيا، وخصوصا بعد رجوع المغرب للاتحاد الإفريقي اللي كان أعطى نقلة نوعية في حضور المغرب في إفريقيا، حضور المغرب في إفريقيا سياسيا، وحضور المغرب في إفريقيا اقتصاديا، وحضور المغرب في إفريقيا اجتماعيا، وحضور المغرب في إفريقيا ثقافيا ودينيا وغيرها. وهذا الحمد لله شيء حقق فيه المغرب بقيادة جلالة الملك خطوات كبيرة، ولأبناء هذه الجهة دور فيه، فلذلك أنا أحييهم جميعا وأتمنى لهذه الجهة كل ازدهار حالا ومستقبلا بإذن الله.
وأريد أن أحيي كل من ساهم في إنجاح هذه الزيارة اللي خدموا، لأن هناك فرق اشتغلت جات من الرباط وعاود واتصلوا مع الإخوان هنا في الولاية وفي رئاسة الجهة لتنظيم هذه الزيارة. فلذلك أنا أريد أن أوجه التحية إلى هؤلاء. كثيرا ما ننسى الموظفين والأطور الذين لا يظهرون لا في الإعلام ولا في التوقيعات ولا في اسمه، هم الذين يشتغلون على جهودهم تنبني نجاح مختلف الأوراش. فلهم التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.